أعزائنا المشاهدين في كل مكان، مرحب بكم معنا في الحلقة الجديدة الرياضية من سكر بني. في حلقة الليلة حناخد نظرة عامة عن كأس إيطاليا واللي كان حاصل في الدوري الإسباني واللي كان حاصل في الدوري الإنجليزي. نبدأ بالكأس الإيطالي. كأس إيطاليا يا أخواننا نديكم له في فتيل كده. ميلان يوفنتوس في استاد يوفنتوس، كريستيانو ودى ديوغو لاكزالت الأورجواي وضيع بلنتي وتأهل اليوفي. بالجهة الثانية نابولي إنتر، غاتوزو قفل الكورة، كونتي قاعد يبكي ليه يكفيله مع إنه دي طريقته، وتأهل نابولي للنهائي. في النهائي نابولي يوفنتوس، نابولي فاز، اتألق أليكس ميريت حارس نابولي، وكريستيانو اليوم الليلة راجي ضربة الجزاء الأخيرة. أنا كل بيش كل مرة عشان يجري ويقلع الفنيلة كده مع ضربة الجزاء حتحسم الكاس وده. زي 2012 في الأمم الأوروبية برضو عمل نفس الحركة، واليوم الليلة راجي البلنتي. في النهاية غاتوزو يستاهل الكاس، نابولي يستاهل الكاس، ميرتينز الهداف فات مارادونا، وكاليخون مع السلامة بعد 7 سنين من الوفاء لنابولي. ويبقى السؤال، هل حنشوف كريستيانو رونالدو المواسم الجاية حيحجز البلنتي الرابع ولا ما حنشوفه؟ بعد كده نخش في الدوري الإسباني. المختصر بتاعه إنه الريال من الجولات الفاتت جاي لنا من فوزين 3-1 و3-0 على إيبار وفالنسيا، وعندنا البارسا جاي من 4-0 و2-0 ضد مايوركا وليغانس. في الجولة 30 البارسا تعادل 0-0 مع إشبيليا، وهنا بتجي المقولة بتاعت إنه لما ميسي يكون ما في يومه البارسا، ولا أقول لكم خشمي عندي. فعلًا زي ما شفنا البارسا في المباراتين الأوائل ميسي تمام، لياقته فل. برشلونة كان غالب 4-0 وبعد ذلك في ميدانه غلب ليغانس 2-0. في الجولة الأخيرة مع إشبيليا لوبيتيجي تيم جاهز تيم مؤهل، عصر البرسا جدا، ميسي شبه ما كان في يومه كالعادة، الحنك البيش من الحكام، ميسي بدي اللاعب كف وبوسكيتس بياخذ الكريت كالعادة. فزي ما شفنا برشلونة دايما مشكلته الشوط الثاني، لياقته اللاعبين نازلة، السبب لاعبين عجايز اشتري له يعني العمود الفقري بتاع التيم، لعيبه كلهم عمرهم 30 سنة، بيكي ميسي بوسكيتس سواريز، محتاج تجدد في التيم، اللعيبه الصغار لسه، حتى عندك ديونج الوحيد الصغير وما كان لعب في الكوره. فكده برشلونه ضيع نقطتين مهمات جدا، الريال لو غلب في الكوره الجايه هيحصل برشلونه. طيب ولو جينا رجعنا الماتشات بتاعت الريال، عندنا الريال جاي من فوز على ايبار 3-1 وفاز على فالنسيا برضو 3-0 في مباراة هدف زيداني من بنزيما. بنزيما الحكومة يا أخوانا الرئيس الحقيقي لريال مدريد. في 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 بس مشكلة بس في ناس ريال مدريد ده، بنزيما اليوم اللي جيب لهم جول، أوه بنزيما خطير، اليوم اللي ضيع له هجمة ولا هجمتين، هو صراحة قاعد يضيع هجمات كثيرة شديد لك شيء عند الله. وشفنا برضو ماركو أسينسيو راجع بعد تقريبا سنة إصابة، من أول لمسة جول واللمسة الثانية صناعة، ويلكم باك ماركو. الريال عنده مباراة مهمة جدا الكورة الجاية مع سوسيداد في الأنويتا، ما ننسى إنه سوسيداد غلبنا 4-3 في الكاس في استادنا وطيرنا. فمارتن أوديغارد وإيزاك الله يستر منهم والموضوع حيكون صعب، لكن إن شاء الله زيدان وتيمو قدر التحدي. ويبقى السؤال، زيدان بيقول شنو للعيبة ديل لما يكونوا خاشين؟ صح، اتكلم مع رودريجو جاب جون، اتكلم مع ماريانو بعد دقيقة جاب جون، أسنسيو. مع أسينسيو جاي من إصابة، شيخ زيدان السبحة يا أخواننا. وبعد كده نخش في الدوري الإنجليزي. هتكلم أول حاجة عن مباراة أرسنال والسيتي اللي انتهت 3-0 للسيتي، وطبعا المان اوف ذا ماتش بيتحد بهناك ديفيد 19 كوفيد 23 ديفيد لويس نزل الملعب الدقيقه 24، قلشت منه يتسبب في الجون الاول الدقيقه 46، عمل بلنتي بليد الدقيقه 49 وانطرد واخذ كارت احمر. عشان كده احنا من بدايه الماتش بنقول يا جماعه ليه ارتيتا صح عنده غلطات في التشكيل، يعني انت عندك لاعب زي بيبي جايب 80 مليون ما بتخطه برا، لاكازيت ما بتخطه برا، مارتييلي تشكيله غريبه منه، لكن الناس بتقول ليه ديفيد لويس برا. عرفنا فعلا ليه بدا ببابلو ماري وخدت ديفيد لويس برا عشان ما تقولوا ظلم الراجل. ففي النهايه الاجوان جاب رحيم ستيرلينج ودي بروين من البلنتي وفيل فودن. في الكره اللي بعدها برضه شفنا ارسنال فريق الضحك كالعاده، بعد ما تقدم بجون قلنا بيب لعب جاب الجون مع ضد برايتون جونين في الدقائق الاخيره، وارسنال ثاني بيتغلب. ليه؟ لانه جوده اللعيبه المواسير، اذا كان يعني انت بتشتري لعيبه من البله والكاشف كيف داري تنافس على الدوري الانجليزي ولا تنافس على الحاجات دي؟ انا طلاق اللعيبه دي فيهم مكانات والله العظيم تقسيمتها نظيفه خلاص. بعد كده نخش في مباراه مانشستر وتوتنهام انتهى بتعادل، ما صحيح شربنا ماي في نفس الوقت. الماتش انتهى بتعادل 1-1، ودي ممكن نقول عليها انها نقطه ثمينه فرط فيها مانشستر يونايتد، ممكن تمكن تشيلسي من انه ياخذ ترتيبه في الدوري اذا تشيلسي كسب المباراه الجايه. فعلا كل الناس كانت راجيه كره مانشستر وتوتنهام باعتباره اصعب مباراه له قبل نهايه الدوري. لو شفت الجدول بتاع الجدول بتاع تشيلسي والجدول بتاع مانشستر يونايتد، بتاع مانشستر يونايتد اسهل، اصعب مباراه فيه كره توتنهام، لو كنا شلنا الثلاث نقاط كان بنعسر على تشيلسي زياده، لكن لسه الامل موجود انه تشيلسي يتعسر لانه عنده لسه مباريات ضد ليفربول وضد فرق اكبر.
في المباراة عموما مانشستر كان ماسك الكرة تمام، مورينيو كعادته الجبن بتاعه بارك زبس اخطف جون، بيرك فاين خطف جون، نشلة ماغواير كالعادة مشى اللاعب وبيعيله صراحة يعني ماغواير ده زي كان صاحي من النوم لما نزل الرايل ده جساقم سواكت الضهن يا مان. شفنا في الشوط الثاني مانشستر مسك كرة أكتر، نزول بوجبا غير كل حاجة، بوجبا لازم من الكرة الجاية يكون أساسي يعني ضربة الجزاء خدها بكل الذكاء في الدنيا، برونو كالعادة متألق جدا 10 مباريات 4 جوان 4 أسيستات، ربنا يحفظه من عيون كل الحاسدين زيكم ديل. والجلابة اللي بيخطفوا اللعيبة، لا احنا ما في جلابة أكتر منها يا زول كويس موسمين كده حيقول الريال سيدرينو. مانشستر يونايتد تدرب بالبرنتي اللي كسبوا بوجبا زي ما قلنا بمهارة عالية، ونشكر القدير على تقنية الفار لأنه لولاها كان الليلة مانشستر يونايتد مططنا وفرحنا بالبلنتي الثاني. طلص الناس ديل بالبلنتي الثاني، يرحم ايامك يا هوارد ويب يرحم ايامك. وزي ما قلنا اخواننا كده مانشستر فرط في نقطتين مهمتين جدا جدا جدا، لانه تشيلسي لاعب بكره مع استون فيلا لو غلب حيفرق مننا كثير. برضو في مباراه مهمه ليفربول في درب المرسيسايد مع ايفرتون، مباراه ممتعه مع انه خلاص ليفربول حسم الدوري. وبكده يا اخواننا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، قلنا ناخذ جوله على الدوريات والحصل فيها والحيحصل في الايام الجايه. ما تنسوا تدونا اراءكم يا اخواننا عن الحاصل والحيحصل في الكومنتات، وما تنسونا من اللايك والسبسكرايب والشير، نشوفكم قريب ان شاء الله.